السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف السادس الابتدائي، نكمل وياكم باقي التلخيص أو المرشحات للامتحان الوزاري، طبعا للصباحي والمسائي والخارجي. أخذت صفحة 94. المحاضرة اللي قبلها أخذت أولا ألف وباء وجيم، واليوم إن شاء الله راح ناخذ ثانيا ألف وباء وجيم ودال. يقول جد النسبة بين كل من المقدارين الآتيين، ألف 4 ديسيمتر و3 متر. يلا عيني خلينا نحلها. ثانيا يقول جد النسبة بين كل من المقدارين الآتيين، ألف 4 ديسيمتر و3 متر. هنا عندي ديسيمتر وعندي 3 متر، عندي ديسيمتر و3 متر، شو أسوي؟ نحول من متر إلى ديسيمتر، نحول من متر إلى ديسيمتر، يعني نقول المتر يساوي 10 ديسيمتر، المتر يساوي 10 ديسيمتر، إيش قد المتر مطيني؟ 3 متر، يساوي إنه 10، يعني 3 10 ديسيمتر، فش نقول؟ 3 متر في، يعني نضرب في 10. يساوي لنا 3 في 10 30، طلع لنا 30 ديسيمتر، 30 ديسيمتر. زين هسه بعد شو اسوي؟ راح اطلع النسبة، اقول 4 ديسيمتر 30 ديسيمتر، يعني حولت من المتر الى ديسيمتر، صارت 4 ديسيمتر الى نسبة الى 30 ديسيمتر. أو نخليها خط كسر، نقول 4 على 30، هنا بها اختصار، بها اختصار، ناخذها على 2 بها 2، 30 كم 2؟ 30 كم 2؟ بها 15، ويساوي لنا 2 على 15، يعني نقول 2 نسبة إلى 15. انتهت ال ثانيا ألف انتهت ألف. هسه راح ناخذ باء. باء قايل لي 5 باء، هم يقول جد النسبة بين كل من المقدارين الآتيين، مطيني 5 كيلوغرام 1 طن، ومطيني الطن قايل لي 1000 كيلوغرام. يلا يوم مطيني الطن 1000 كيلوغرام، الحل شلون؟ أبدي بالحل. زين نحول من الطن الى كيلوغرام، لان عندي طن وكيلوغرام، فنحول من الطن الى كيلوغرام، يعني اقول 1 طن في 1000 كيلوغرام، اقول 1 طن في 1000 كيلوغرام يساوي 1 في 1000، صار 1000 كيلوغرام. زين ايش قد الطن مطيني؟ 5 كيلوغرام، 5 كيلوغرام يساوي لنا 1000 ايضا كيلوغرام، لان حولت من الطن الى كيلوغرام. زين هسه شو نقول؟ 1 يعني 5 كيلوغرام يساوي لنا 1000 كيلوغرام، يعني نقول 5 على 1000، يعني خط كسر، هاي بها اختصار، نختصر على 5 بها 1، 10 كم 5 بها 2 والصفرين ينزلن، ويساوي لنا 1 على 200، إذا النسبة 1 إلى 200، هاي صارت النسبة. زين هسه ايش عندي؟ بقالي فرع جيم، أي فرع جيم 36 شهر و2 سنة، 36 شهر و2 سنة، يقول جد النسبة. يلا عيني يلا 36 شهر. زين هسه شو اقول؟ السنة
تساوي شقد؟ السنة تساوي لنا 12 شهر. السنة شبيهة تساوي 12 شهر. زين، 2 سنة، لأن هو قال لي سنتين، 2 سنة في 12، 2 في 12 يطلع لنا 24 شهر. 24 شهر. زين، هي 36 شهر نسبة إلى 24 شهر، أو أقول 36 على 24. هنا بها اختصار، 36 على 24 ناخذها على 6 بها 4، 36 كم 6 بها 6، ناخذها على 2 بها 2، 6 كم 2 بها 3، ويساوي لنا 3 على 2. إذا النسبة شو تساوي؟ 3 نسبة إلى 2. زين، هسه بقتلي فرع دال، قايل لي 10 متر ثلاثة سنتيمتر، 10 متر وثلاثة سنتيمتر. زين، هنا شو اسوي؟ نحول من سنتيمتر الى متر، يعني اقول المتر يساوي جيد 100 سنتيمتر. هو مطين 3 سنتيمتر، 3 نقسم على اليمن على 100، ويساوينا 3 تقسيم 100 300. لا ما اسويها هيجي، اقول 3 على 100، يعني 3 على 100 3 على 100 متر. زين، هو مطينا 10 متر، اقول 10 متر يساوي لنا 3 على 100، 10 متر يساوي لنا 3 على 100. زين، اقول 10 على 3، 10 على 3 والنوب على 100، يعني نقول 10 خط كسر، هذه 3 على 100. هنا شو اسوي؟ انزل ال 10 وهذا خط كسر تقسيم 3 على 100. هسه شو اسوي؟ نقلب القسمه الى ضرب، نقلب مقلوب الكسر في 100 على 3، ويساوي لنا شقد؟ 10 في 100 1000، 1 2 3 على اليمن على 3، ألف على 3. هذا خلص السؤال، ها عيني حليت صفحة 94، خذت السؤال الثاني. إن شاء الله التوفيق.